أستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية. سيادة النائب مساء الخير، أود أن أفهم منك وأنت صاحب رؤية وهذه الرؤية الحقيقة يعني أنا اطلعت على بعضها فيما يتعلق بالشأن الثقافي وبالشأن التعليمي وبالشأن الصحي وبشأن تنمية الإنسان، وهذه قضية مهمة أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة. رؤيتك للمستقبل القادم فيما يتعلق بهذه القضية فندم. أشكرك طبعا أستاذ مصطفى، يعني وأنا يعني شرفت بهذا التكريم والتشريف، وهي تعلم طبعا أن يعني العمل هو يعني عمل في ظل ظروف يعني البلد محتاجاها، فده بيخلينا كلنا نبقى بنشتغل بتجرد وبوطنية. ويعني يمكن هتكلم حضرتك على فيما يخص نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وده ملف يمكن سيادة دولة رئيس مجلس الوزراء النهاردة في المؤتمر الصحفي أشار إلى أن التنمية الاقتصادية أو التنمية الصناعية والتنمية البشرية هما ملفين كبار من خلالهم حصل الترشيح لنواب لرئيس مجلس الوزراء يمكن لأول مرة من فترة طويلة زي ما حضرتك عارف. وده يعني ببساطة شديدة جدا عشان نبسط الامور، هي التنميه البشريه هي رحله حياه الافراد خلال من اول ما يتولدوا الى ما شاء الرحمن، سواء بقى من خلال التعليم او الصحه او المعيشه، وده طبعا بيتخلله معرفه ومهارات وصحه جيده وتمكين. كل اللي انا بقوله ده بينتهي في الاخر الى نمو اقتصادي. يعني اذا المشاريع القوميه عندما يعني تتبناها الدوله سواء بنيه تحتيه في كل اللي حضرتك عارفه ومتابعينه على مدار من 2014 للنهارده، هي الاصل فيها هو لتنميه البشر، هو لخدمه الانسان. فبيطلق ما يطلق عليه راس المال البشري، وراس المال البشري هو القوه الاقتصاديه الكبيره اللي ممكن مصر تحول العدد السكاني اللي موجود فيها الى قوه اقتصاديه. فبالتالي ازاي نحول هذا العنصر الهام وهو التغير الديموغرافي في القوى البشريه الى قوه قادره على انها يبقى افراد منتجين في المجتمع، يستطيعوا ان هم من خلال المعارف والمهارات والقدرات الصحيه ان يتم الاستثمار فيها، علشان يبقى في النهايه باصل الى انسان اللي هو دايما بنطلق عليه دايما في الكلام بناء الانسان. فبناء الانسان طبعا بيمر بمراحل كبيره، يعني بنتكلم على نمو اقتصادي وعداله اجتماعيه وتعليم وصحه ووظائف ومهارات، يعني طريق طويل بيتعارض او بيتشارك فيه كثير من الوزارات. عشان كده وجود مسؤول من مجلس الوزراء في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لهذا هو علشان يتم التنسيق مع كافه الجهات. طب ايه هي الجهات؟ احنا بنتكلم على نظام تعليم اساسي علشان نقدر يبقى في عندك استثمار في التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي. عايز يبقى عندك تعزيز في مجالات التعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات. عايز يبقى في برامج تدريب مهني وتدريب تقني، سواء بقى مهارات حياتيه او مهارات خاصه بالوظائف او مهارات شخصيه. اللي انا بقوله ده بيمشي في رحله الانسان من اول دراسته اللي هو من اول 4 سنين لحد ما 18 سنه لحد ما يبتدي يخش جامعه. عشان كده هتلاقي ان وزاره الصحه معنيه بملفات كثيره في هذا المجال في تنميه الانسان، تلاقي وزاره التربيه والتعليم، تلاقي وزاره التعليم العالي، هتلاقي وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برامج الإسكان الاجتماعي وتوفير سكن ملائم أو الدعم المالي للفئات الضعيفة اللي هو ما يطلق عليه إحنا دايما بنتكلم فيه على تكافل وكرامة أو ما شابه ذلك. هنلاقي إن فرص العمل وزيادة الدخل والبرامج الاقتصادية جزء من هذا الموضوع. هنلاقي وزارة العمل من خلال تنمية المهارات. هنلاقي الإعلام، وسيادتك أستاذ في هذا المجال، هتلاقي إن وسائل التواصل الاجتماعي ورفع الوعي والمعلومات، كل دي وتعبئة دعم المجتمع للمبادرات. يبدو الكلام ان هو بسيط ولكن هو بالأهمية بمكان ان هو ده الاساس الاساسي اللي ممكن هو يؤدي في النهاية الى نمو اقتصادي والى نمو مجتمع قادر على العطاء. ده خليني اسال هنا سيادة الوزير عن لقائك بوزير الثقافة وضرورة يعني عودة القوى الناعمة الى المسرح وان يكون لها دور في الفترة المقبلة. مفيش كلام، يعني احنا يعني حضرتك بتتكلم على وعي ثقافي. احنا يمكن بنشوف دلوقتي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في غير محلها، وحضرتك بتنادي يوميا يعني الناس اللي هي بتتبنى هذه الوسيله فيما لا هو الغرض منها، ولكن هل احنا بنشتغل بيها لرفع الوعي ونشر المعلومات الصحيحه وتعبئه دعم مجتمع
لمبادرات تنمية بشرية في الثقافة والتقبل والعمل من خلال مجموعة عمل كبيرة. كل دي وعي وثقافة عامة لابد أن يكون فيها يعني تنسيق، مش بس الحقيقة مع وزارة الثقافة، لكن هترجع تاني تقول طب ما هو ممكن يكون الأوقاف جزء من الموضوع، لأن أنت عندك برضو مجتمع في جزء كبير جدا عنده قناعات خاصة بالبعد الديني والبعد الروحي في هذا المجال. فبالتالي الاستثمار في رأس المال البشري وضعفه، يعني لو أنا ما استثمرتش ما صرفتش على التعليم وما درستش على الصحة بشكل كويس، هيؤدي إلى ضعف مستقبل الاقتصاد القومي في النهاية. فدي على فكرة احنا بنقوله ده يعني ده علم كبير جدا، وفي مؤشرات في التنمية البشرية وفي مؤشرات لرأس المال البشري، وعمل الدراسة على مصر. يعني احنا واحنا بنتكلم كده مش بنتكلم كلام نظري، يعني بيشوفوا مثلا متوسط العمر للأطفال حتى سن الخامسة كم كم طفل بيتوفى. هو واحد يقول اللي انت بتقوله ده كلام ممكن يبقى نظري، لكن ازاي تقيسه؟ ولا انت لازم يكون هناك مؤشرات أداء للموضوع التنمية البشرية يشترك فيه الوزارات كلها علشان نقدر نشوف احنا هنحقق قد ايه. معدل البقاء على قيد الحياة، احنا عندنا معدل عمر الانسان المصري زاد ولا ما زادش؟ طب لو ما زادش يبقى في مشاكل في الرعاية الصحية، يبقى في مشاكل في الوعي. فمعدلات دي كلها تقال، ومعدل التقزم، هل احنا عندنا تقزم وده بيأثر على ضعف الادراك وضعف النشاط؟ اللي انا عايز اقوله ان يعني وجود مشروعين كبار جدا، هذه الحكومة الجديدة ودولة الرئيس مشكورا وتكليف من سيادة الرئيس للملفين الكبار دول، اتصور ان ده توجه جديد، توجه بياخدنا في منطقة ازاي ان احنا من كل الوزارات، في كل وزارة تعمل شغل بالمناسبة ممكن يكون مش شايفه الوزارة التانية، وده جزء دايما من حضراتكم بتنادوا بيه في الحوار الوطني، ان يكون هناك تنسيق في العمل ما بين الوزارات حتى يكون هناك فاعلية للإنتاج. ممكن تكون وزارة التربية والتعليم بتعمل برامج خاصة بتنمية المهارات، لكن ممكن يكون وزارة التعليم العالي مش رابطة معاها علشان تربط المهارات الخاصة بمهارات الشخصية أو المهارات الوظيفية. فوجود بقى يعني مجلس تنسيقي بقيادة نائب مجلس رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية علشان نحط قدامنا مستهدفات التربية والتعليم تلتزم بيها، والتعليم العالي يلتزم بيها، وشباب الرياضة يلتزم بيها، ووزارة الثقافة والجهة الإعلامية ووزارة العمل. هو ده فكرة ما يخص التنمية البشرية أو الاستثمار في رأس المال البشري. شكرا لك دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.